كيف يقرأ الكفيف؟ الكفيف يقرأ بلغة إبراهيم أو الخط البارز. الله يحييك. كيف حالك؟ يعني طيب. صح. يا أستاذ يوسف أنت تقرأ بلغة المبصر صح؟ طيب شخبارك علومك؟ يا أستاذ يوسف. عدم الإحساس بمشاعر المكفوفين. شخص صار له حادث لا سمح الله وفقد بصره يعرف معنى الألوان، لكن الكفيف لا يعرف معنى الألوان، فقط إحساس. في كل 5 ثواني يتحول شخص في هذا العالم إلى مكفوف، وفي كل دقيقة يتحول الطفل في هذا العالم إلى مكفوف. تجربة بسيطة عن حاسة السمع عندنا، واكتبوا لي في التعليقات. بشرني، مستحيل جوابك حيكون صحيح. طيب خلينا نشوف. موضوعنا عن جرب يوم تكون مكفوف لمدة 5 دقائق. تحدي الظلام. الله يحييكم. اليوم حنتكلم عن حياة الكفيف. تعال استاذ فاطمة. طيب شخبارك؟ الله يحييك. اشرح لنا البرنامج اللي عندكم. حياكم الله. اول شيء في مبادرة جميلة، هي الاجمل من نوعها، تعايش ما يعايشه الكفيف. جمعية رؤية للمكفوفين تقدم مبادرة باسم تحدي الظلام. هذه المبادرة تعايش ما يحتاجه الكفيف من طلبات وقت الطعام، من طلبات أثناء الأكل في قراءة المنيو. هذه التجربة نعيشها اليوم في أرض الواقع للمبصر. كذلك المبصرين موجودين الآن، استقبالوا حيكون استقبال بالورود طبعا، كذلك آلة البيركن هي خاصة بالكتابة بالبرايل. لنثبت للمبصرين انه الكفيف مهما اتيحت له الفرصه فهو قادر. خلينا نشوف اول متطوع في تحدي الظلام. بندر شيخ. بندر محمد. هذه عليها اسمك باللغة الإبراهيمية. طيب هذه وردة بيضة. شوفك في عندك لاتيه، في سبانيش لاتيه، في امريكانو، كابتشينو. كابتشينو اوكي تمام. بس هذا المبصر يعني يعيش حياة الكفيف أو اللي ما يشوف. تفضل يا محمد. جدا تحس الطاولة بشويش. ايوه بالعافية. لو تلاحظ انت لما جاب لك المشروب حط لك فوق الطاولة تمام، ما مد لك هو. ايه لان هذه برضه مشكله، ممكن مثلا تتحرك انت حركه فجائيه يطير ولا يطيح، فهم؟ او بالنسبه اللي ما يشوفه. خلاص كذا
خلاص ايش ها ايش خلاص لا الان لا انت الان بتشرب انت الان بتعيش حياه الكثير لا الان بنتكلم عن حياه الكفيف انت الان جاك الطلب وما قدر تشرب الا يمكن كم جرعه بس من اللغه العاميه ايش تحس ايش احساسك بالكفيف اللي بيعيش طول حياته بدون بصر والله انه احساس صعب و يعني الواحد يتمنى باذن الله الشفاء احساس صعب يعني ما اقدر واحد يوسف عرفت يعني نعمة البصر سبحان الله ما تتعوض ما في زيها سبحان الله فلما تدخل التجربة هذه تحس يعني بمعاناتهم تحس يعني بالشيء اللي هم يعانون منه فهمت؟ حسيت في المعاناة اللي يعانون هم أخواننا المخوفين شفاهم الله إن شاء الله وكان في غالبهم بجد يعني ظلام دارس كيف تستجدي الطريقة لابد يتبعك واحد ولما يتبعك واحد أو يمسك يدك واحد أيضا أنت ما أنت واثق فيه والله إني أمشي معاه وأنا برضو أتوجه سمد يدي عشان أشوف في شيء قدامي ولا شيء الله يعينه لكن حقيقة كتجربة جدا رائع يعني تحسسك بمعاناة الآخرين تحسسك بنعمة البصر تحسسك يعني انه بني آدم ضعيف فعلا والله عمل جبار يشهد الله يعني عمل جبار ليش؟ لأنه تدعو الآخرين برا خلينا نشوفوا معاناة الكفيفين كيف يتعاملوا مع المحيط الخارج لأن حنا الآن الحمد لله نظرنا عندنا نشايف فلان وشايف فلان وشايف يا أخي حتى شوقي فلان مثلا أبغى أتعامل مع صديق ماني شايف فتعبير الوجه بتعطيني هي أنت الآن بنظرتك أنا آخذ انطباع فتخيل المخفوف كيف يأخذ انطباع لكن ما نقدر نقول الحمد لله على العافية حقيقة أشكر قناة لحظة لايف على تحت الفرصة لي أن أتحدث عن الانطباع اللي أخذته أنا من خلال اللقاء وأتمنى تكرار عملية للآخرين حتى ينتبهوا ليش حتى يقوموا بمساعدة المخوفين لأنه إذا ما حسيت بالمعاناة أنت ما تستشعرها داخليا الله يمسيكم بالخير جميعا هذه نعمة البصر أنا تجربة 5 دقائق رأيت أن الدنيا كلها ظلام في ظلام اسودت الحياة في وجهي وأنا دقيقتين الأخوان يمسكوني ويدوني يجيبوني يجلسوني هنا فنعمة البصر نعمة يحسد عليها الجميع قال المال قال الولد قال الزوج الزوجة لا تعادل البصر والبصير فالحمد لله على نعمة البصر وعلى نعمة العافية وحافظوا على نظركم وعلى صحتكم والله يوفقكم وهذا دوركم يا بناتي وشبابنا اللي يسمعوني الرسالة وصلتكم كيف حالك استاذ عبد الرحمن؟ خير شخبارك الله يحييك تحدي الظلام والان الناس بتجرب معاناة الكفيف وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اخواني واخواتي متابعي قناة لحظة لايف اليوم احنا في كافي فيلاج نخوض تجربة تحدي الظلام مع اخواننا المبصرين
لنثبت للمبصرين أنه الكفيف مهما أتيحت له الفرصة فهو قادر على استقبال ضيوف، يمسك مكان كاشير إذا تهيأت له الفرصة. الناس أتوقع في التجربة هذه لمدة 5 دقائق فقط مو قادرين يتحكموا. العبرة أنه لا تنظر للكفيف بنظرة الشفقة. جميل. لما نبغاك تنظر للكفيف بنظرة الشفقة، الكفيف قادر لأنه إيش تعلم وعاش، لكن أنت الآن خذت التجربة فعشان كذا أنت ما تقدر. أشكر قناة لحظة لايف على هذه الفرصة. شكرا لجمعية رؤية لإتاحة الفرصة لتصوير الحدث، وشكر خاص للمصور المبدع خلاد علي الذروي. سلام سلام.